ليه بقى الماتشين اللي فاتوا ما كانوش قد كده؟ ده احنا بنعمل عمايل يعني على مزاجك مع الفرق الاتقل. والله من وجهة نظري ممكن يكون المدرب طبعا هو اول حاجة هو مشارك كل اللعيبة اللي موجودين عشان يقدر ان هو في المرحلة اللي بعد كده هي ما فيهاش هزار، فلازم لازم يكون المجموعة كاملة تكون جاهزة 100%. فممكن يكون ده هو اللي حصل التأثير في المباراتين الأخيرين مع بلجيكا مع البحرين. الأداء ما كانش 100% اللي احنا متعودين عليه من المنتخب، في تراجع بسيط. وارد ان هو يكون بيجرب الناس، وارد ان هو يكون بيريح الناس، وارد ان هو ما بيلعبش بالفول باور بتاعه عشان يعني مخزن بالظبط الدنمارك. بس انا من وجهه نظري لا، ده طبعا دي حاجه مش صح. انا لازم الريتم بتاعي يفضل موجود عشان ما ياثرش، ممكن ده يحصل تاثير عليا بالسلب في ماتش الدنمارك. وطبعا ماتش الدنمارك بالنسبه لي ماتش مصيري. انا عندي يعني نسبتي كويسة جدا وأعلى إن أنا أبقى أول مجموعة إن أنا في حالة الفوز أو التعادل. فدي أنا شايف إن مباراة الدنمارك دي مباراة مصيرية، إن أنا أقابل المجر أحسن ما أقابل السويد طبعا. طبعا 100 مرة. السويد طبعا منظم بطولة، السويد ماشي يعني الفترة اللي فاتت هو ماشي في مستوى كويس جدا، فبالنسبة لي طبعا الأريح إن أنا أقابل منتخب الدنمارك. طيب قصدك المجر؟ المجر قصدي. صباح الخير.